إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق البيت الأبيض كان أمراً متوقعاً، لكن المفاجأة الحقيقية تكمن في الراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه بعد تنحيه. بايدن سيحصل على $413,000 بعد مغادرته منصبه الحالي رئيساً للولايات المتحدة، وهو أكبر مما يتقاضاه في الوقت الحالي، إذ يبلغ راتبه نحو $400,000. يعد الراتب التقاعدي لبايدن الأعلى بين رؤساء أمريكا السابقين، إذ يبلغ معاش الرئيس السابق دونالد ترامب $400,000 سنوياً، يليه في القائمة بيل كلينتون الذي يحصل على $218,000 سنوياً، ثم جورج بوش الابن الذي يقدر راتبه التقاعدي ب $214,000 سنوياً. أما باراك أوباما فيحصل على معاش يبلغ نحو $207,000 سنوياً. جورج بوش الأب وجيمي كارتر حصلا على الراتب التقاعدي نفسه الذي بلغت قيمته $205,000.